الجزائر ليست في مفترق الطرق بقدر ما هي تسير في الطريق المستقيم الذي سيؤدي بحول الله بالبلاد إلى مرحلة جديدة بفعل الانتخابات الرئاسية المقرر تاريخها يوم 12 ديسمبر القادم، من أجل تمكين البلاد من أن يكون لها رئيس سيد يحكم البلاد من خلال حكومة يؤسسها، نتمنى أن تكون في مستوى الكفاءة، وهي الكفاءة والالتزام اللتين يتوقاهما الشعب الجزائري.